لما نيجي نتكلم على جهود تنموية للدولة المصرية، لابد أن احنا نضع في اعتبارنا أول حاجة الرصيد الاستراتيجي، وده متمثل في العامل المصري، خاصة لما نيجي نتكلم بقى على الجهود اللي اتعملت في التعليم الفني، ولما نيجي كمان نتكلم على أنه الاستثمار في المستقبل يعادل الاستثمار المادي أو الاستثمار الاقتصادي، وإزاي أنه الاستثمار في العامل المصري القوة البشرية اللي عندنا هي بتعادل أيضا اقتصاد قوي. هنفتح الملف ده مع حضراتكم وهنخوض بيه في التفصيل، لأن احنا عندنا زي ما احنا بنقول كده بين قوسين نيو إيرا أو عصر جديد من التعليم الفني. ايه اللي تم وايه الجهود اللي اتعملت عشان نصل إلى هذا الحد، ومحتاجين ايه في الفترة القادمة؟ حدثنا على هذا الأمر الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، ضفنا في استوديو 8 الصبح. أهلا بك يا دكتور. صباح الفل. أهلا بك فندم. صباح الخير يا فندم. النيو إيرا من التعليم الفني ده بيتمثل في ايه؟ الحقيقة أنا عايز أخد من المقدمة الجميلة اللي سيادتك قلتيها، لأنه تنمية التعليم الفني أو تطوير التعليم الفني جزء لا يتجزأ من أحد أهم محددات الجمهورية الجديدة، وهي تنمية الإنسان المصري. تنمية الإنسان المصري بصفة عامة بتنطلي على أهم عنصر فيها، هو كيفية الارتقاء بقدراته وتنمية قدراته النفسية والذهنية والتعليمية. واحد من أهم الحاجات دي إزاي ندي البني آدم أو الإنسان المصري المهارات المؤهلة للالتحاق بسوق العمل بصورة ميسرة، وكمان بمهارة تليق بإمكاناته وتليق بظروفه، وتوفر له فرصة عمل مجزية لبدء حياته العملية. ده الحقيقة كان بيتم سابقا من خلال ان احنا كان عندنا مجموعة من المناهج اللي بتركز على الاجزاء النظرية. النهاردة احنا غيرنا المناهج بتاعتنا، خليناها كلها بتنتهج الجزء العملي بنسبة 70% بما يسمى منهجية الجدارات او الكومبتنسي بيست. في الحقيقة المنهجية دي بتركز على انه احنا نكسب الطالب والطالبة الملتحقين بالتعليم الفني المهارات الأساسية المطلوبة لسوق العمل، اللي هي المهارة الأساسية زي جزء المعارف المطلوبة انه الولد او البنت ياخدوها عشان يكملوا بيها الجزء العملي اللي هم بياخدوه، وكمان السلوكيات المطلوبة في كل مهنة من المهن المختلفة. في الحقيقة دول العالم المتقدم كله يعني بتتراوح النسبة من 70-75% بالنسبة للطلبة الملتحقين بالنظام التعليم الفني. 75%؟ من 70-75%. نسبة كبيرة. احنا كنا في سنة 2018 نسبة الملتحقين بالتعليم الفني 45%. النهاردة احنا 57%. طبعا مش ده المستهدف، احنا بنحاول نزود عدد الطلبة عن طريق جذب الطلبة الأكثر تفوقا من خلال تخصصات جديدة، مناهج جاذبة، فرص أهم حاجة تعليمية وتدريبية جيدة لولادنا وبناتنا خريجي وخريجات التعليم الفني. نقف بقى عند النقط اللي حضرتك ذكرتها دي، بس قبلهم عايزين نتكلم على نظرة المجتمع. هل حضرتك شايفها واقعيا وفعليا تغيرت لطلبة التعليم الفني؟ والله نقدر نقول انها تغيرت، ولكن هل هو السؤال أهم بالمستوى المأمول؟ أيوة. لا طبعا، لانه حضرتك لما النهارده بنقول انه النسبه زادت من 45 ل 57، معنى كده في اقبال على الالتحاق بالتعليم الفني، لكن هل ده كافي؟ لا، احنا عايزين نوصل مينيموم ل 65 في خلال السنوات القادمه عشان نلحق برقم الدول المتقدمة، لأنه في نهاية الأمر التعليم الفني هو اللي بيؤهل الولاد للدخول مباشرة لسوق العمل. كانت إيه المشكلة؟ أنا عندي صناعي وتجاري وزراعي وفندقي. وزراعي وفندقي. مظبوط. مثلا تعليم الزراعة على سبيل المثال، احنا عندنا صادرات مصر يمكن الجزء الأكبر منها بيجي من القطاع الزراعي، لكن هو ده القطاع الأقل في عدد التحقق الطلبة في التعليم الزراعي. طب ازاي؟ ده انا لازم ازود هذا القطاع بناس على اعلى مستوى، لانه الفكرة في الاخر انه انا مش بس اطلع خريج لسوق العمل، لكن اطلع خريج قادر على الالتحاق بفرصة وظيفية وتدريبية جيدة وكمان بمرتب مجزي. خلينا نقول ان احنا كنا ترتيبنا 113 سنة 2018، النهاردة احنا في المرتبة 46 على مستوى العالم. ده كان نتاج للجهود اللي اتعملت من قبل الوزارة في انها تطور المناهج، تدخل القطاع الخاص، تشركه في عملية ادارة العملية التعليمية. وده من خلال كذا محور، اهمها أنه بيشترك معنا في تطوير المناهج، لأنه في نهاية الأمر أنا بصدر العامل بتاعي ده لسوق العمل سواء كان المحلي أو الإقليمي أو الدولي. طيب إزاي وهو ما يعرفش
ايه هو المطلوب منه في سوق العمل. كان لازم نشارك القطاع الخاص في ازاي احنا بنطور المناهج، ايه هي المخرجات اللي الولد عايز يكتسبها عشان يلتحق بسوق العمل، وبعد كده العملية التدريبية ازاي الولد او البنت يتدرب بنسبة 70% من وقته في الفيد في المجال نفسه اللي هو هيشتغل فيه. واللي بنقول عليها الكريزة اللي على وش التورتة، ان احنا اشركنا القطاع الخاص في عملية تقييم الولاد للحصول على درجة الدبلوم. يعني النهاردة القطاع الخاص بيبقى مشارك في لجنة الحصول على الدبلوم بنسبة 100%. وبالتالي ما نقدرش نقول، او هو ما يقدرش يقول ان الولد ده أنا اتخرج وانا ما اعرفش هو اتخرج ازاي وما بيتحلاش بالمهارات الاساسيه، ده انت اللي اجازت له الشهاده بتاعته بتاعت التخرج. وبالتالي حلو جدا، بس احنا عندنا مصطلحات برضو محتاجين ان احنا ايه نفك طلاسمها كده، اللي هي التعليم الفني التطبيقي والتعليم الفني المدمج. هو كل ده اصبح يعني تحت مسمى التعليم التكنولوجي. احنا دلوقتي بنقدم تعليم اللي هي مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، وبنقدم تعليم مزدوج، وبنقدم التعليم الفني المبني على منهجية الجدارات، ده بنسبة 90% في مدارسنا، وإن شاء الله العام الدراسي القادم 24-25 هيشهد تطبيق منهجية الجدارات بنسبة 100% في كل يعني مدارس. يعني إيه منهجية الجدارات يا دكتور؟ اللي هي الولد جدير أو الخريج ده جدير إن هو يلتحق بالمهنة دي أو غير جدير. أصل فكرة الجدارات عامة في يعني علم تنمية القدرات، يعني هو أساسا البيئة بتاعته محطوط في الغلاف ده، محطوط في البيئة المحيطة اللي هي تؤهله إن هو يكون موجودة بالإضافة لقدراته الشخصية. فهل أنتوا مثلا بتجروا له اختبار قدرات؟ طبعا ده في الاول بنجي له اختبار قدرات، وياما في ولاد وبنات بنقول لهم انتوا مش مناسبين للمجال اللي انتوا بتحاولوا تلتحقوا بيه، الافضل ليك ان انت تلتحق في مجال اخر. وبعدين هي يعني ايه الجداره؟ ثلاث مكونات رئيسيه. المكون الاول ان هو بياخد جزء مواد علميه، ما بندوش زي ما بيتقال كده في الدارج يعني الحشو الكتير، انا بديله المواد العلميه اللي بتعضد المهنه اللي هو هيشتغل فيها، وبعدين بديله المهاره اللي هو المهاره العمليه. بالاضافه لكده لازم يتحلى بالسلوك، يعني في بعض المهن محتاجه نوع من انواع الصبر، هايجين عالي، دقه، يعني في الاخر في مجموعه من المهارات في السلوكيات اللي يجب ان هو يتحلى بيها. كل ده يجب ان ينطلي تحت طائله ان هو يبقى عنده التزام بطريقه معينه، لانه ده حاجه بنشتكي منها كلنا في الخريجين في زمن سابق، ان هو ما عندوش الالتزام الكافي، ما عندوش الانضباط الكافي. كل دي مجموعه من السلوكيات اللي بتتعلم جوه النظام التعليمي عشان نخرج خريج قادر على ان هو يلتحق بسوق العمل. كمان احنا بنعمل نوع من انواع الشراكات مع دول العالم المتقدم اللي عندهم نقص في العماله، فنلندا وعندنا المانيا وعندنا ايطاليا وعندنا اليونان، كل دول بنعمل معاهم اتفاقات لتصدير العماله، وده بيتطلب نوع من انواع الاعتماد لشهاداتنا دوليا، وفي مجموعه كبيره جدا من المدارس بتاعتنا دلوقتي معتمده اوريدي دوليا. كمان احنا عندنا هيئه جديده لضمان واعتماد جوده التعليم الفني اسمها اتقان، في طور تشكيلها الان عشان تعتمد كل المؤسسات القائمه على تقديم خدمه التعليم الفني في مصر، زي ما حضرتك عارفه صحيح وزاره التربيه والتعليم فيها 80% من الخدمه المقدمه في التعليم الفني، ولكن هناك وزارات اخرى مقدمه للخدمه دي زي وزاره التجاره والصناعه والتعليم العالي وخلافه. فاذا احنا كل ده بنحاول ان احنا نوصل الخريج والخريجه ان هو يلتحق بفرصه عمل جيده، وكمان يبقى عنده القدره ان هو يلتحق بالجامعات التكنولوجيه في سياسه تعليميه متكامله للدوله المصريه لبناء قدرات الانسان المصري. لانه الولد في التعليم الفني كان بيشتكي ان هو طب هو خلاص كده مستقبله انتهى عند الثلاث سنوات او الخمس سنوات اللي بيتحصل عليهم، لا الفرصه موجوده ان هو يلتحق بسوق العمل. اثنين وبعدين ثلاثه؟ بالظبط كده، ثلاثه زائد اثنين. ثلاثه الاول. ثلاثه الاول بياخد دبلوم، وبعد كده الدبلوم في المتوسط بيبقى خمسه، وبعد كده ممكن يلتحق بسنتين تانيين وياخد بكالوريوس تكنولوجي متخصص في الجامعات التكنولوجيه اللي الدوله عملتها عشان يبقى الولد. طب الفرص في كل مرحله تعليميه بيكون ايه قدام؟ الفرص متاحه، يعني انا بعد الثلاث سنين هكون مؤهل ايه؟ لما اكمل سنتين هكون مؤهل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. هنا مؤهل لثلاث حاجات، يا اما التحق بسوق العمل واكتفي بده واشتغل في ده فتره وارجع ادرس تاني،
يا اما ادرس واشتغل، ادرس في الكليه التكنولوجيه واشتغل في الشغل اللي انا اخترتها لنفسي طبقا للمهنه والجداره اللي انا اكتسبتها، يا اما المرحله الثالثه ان انا ادرس فقط سواء كان في الجامعه التكنولوجيه او في الجامعه النظريه بعد الاجتياز الاختبار التكميلي او اختبار التاهيل اللي موجود في الجامعه. هل ليا بعد ما ادخل مجال ان انا اغير التخصص؟ ما على عايزه حسب، اكمل مثلا الجامعه في تخصص غير اللي انا دخلته. في طبعا عندنا الدراسه بتاعت الجامعات الاهليه وعندنا دراسه تكميليه في بعض الكليات النظريه، لكن ما هو ده الطريق التقليدي اللي احنا كنا بنقول ان هم ما بيوظفش للانسان او للطالب والطالبه الخريج حاجه كتيره في مستقبله، احنا عايزين نفتح له مجالات الدراسه والعمل معا في نفس المجال بتاع تخصصه اللي هو حبه. لان انا في البدايه زي ما حضرتك قلتي، هو احنا بنعمل اختبارات القبول ولا لا؟ احنا بنعمل اختبارات قبول للطلاب والطالبات. طيب لو هو حابب ومتفوق في المجال ده، المشكله اللي كانت بتقابله زمان انه ما فيش ممر او طريق واضح ليه لاستكمال طريق النظر عشان يتحصل على بكالوريوس ماجستير ودكتوراه كمان. ليه لا في المجال التكنولوجي؟ سيبك من المجالات النظرية القديمة زي ان انا النهاردة يا مهندس يا طبيب يا كذا، لا انا النهاردة عندي تكنولوجيست في مجالات القمة مختلفة والكلام ده كله. بالظبط كده. طب ما انا عندي نفس ما المسارات فاتكش دي قطار التعليم ولا حاجة، الفرص موجودة لغاية اخر المطاف. يعني انت ممكن تبقى رئيس مجلس ادارة الشركة اللي انت بدأت فيها موظف بسيط او عامل، لان انت هيجي يقول لك بس شهادتي، ما هو بنكمل عليها اهو. احنا هو خد الدبلوم بتاعه التحق بالكليه تكمل التكنولوجيه المسار التعليم ويشتغل في نفس الوقت، عنده الفرصتين النهارده. تمام، وما حرمناهوش برضو في حاله ان هو يجيب مجموع اعلى من 75% في الدبلوم وبعد كده يعمل اختبار التاهيل فبيروح الكليه النظريه. طب زي عندي مسار التعليمي ده وعندي مسار ان انا اتعلم على ايد اسطى حرفه. كويس، اللي بيتعلمك على ايد اسطى انت هتاخده بسلبياته وايجاباته زي ما هو، لكن انا بعلمه الصح. المؤهل لكل اسواق العمل سواء كان في هنا في مصر او بره مصر، فانا بعلمه طبقا بشهادة للاسس معتمده وبشهاده معتمده. وفي بعض المدارس بتدي 3 شهادات، شهاده الدبلوم وشهاده الجدارات وكمان شهاده من جهه الاعتماد طيب. حاجه الدوليه. تانيه، انا بصرف على اسرتي، ما عنديش وقت ادخل بقى ولسه هتعلم والكلام ده وبعد كده ابقى اتوظف. لا، هي الفرص موجوده بتاعت الشغل من وهو بيتعلم اقل مش من كده؟ 15 سنه، ما احنا بنخرج الخريج وعنده 18 سنه، من 15 ل 18، وبالتالي السن بس انا دخوله. فهمت من كلام حضرتك ان في شركات اوريدي بتوظفهم اثناء التعليم. لا هي بتديهم مكافآت ماليه نظير التدريب العملي، لكن ما بتوظفوش. التوظيف طبقا للقانون المصري، لانه في قانون الطفل بيعتبر طفلا لغايه سن 18 عام، وبالتالي لا يجوز توظيفه قبل السنه دي، قبل السن ده. هو اصلا بيتخرج من عنده وعنده 18 سنه، فده طبقا للقانون ماشي في المسار الطبيعي بتاعه. طب في حاجه عايزه استوضحها من حضرتك، في 19 ابريل مبادره ابدا لتطوير الصناعه كانت اقترحت ضروره وجود منظومه وطنيه موحده للتعليم الفني والتدريب المهني ووضع استراتيجيه مشتركه للربط بين التعليم الفني الجامعي وقبل الجامعي، ازاي نقدر نستفيد من هذا الاقتراح؟ الحقيقه المقترح ده كمان تم طرحه في مائده الحوار الوطني الاخيره، وطبعا حاليا مجلس الوزراء بيعكف على كيفيه تنفيذه، لانه حضرتك الموضوع يعني مش من السهوله بمكان، لانه بيتدخل في التحديات انه الخدمه بتاعت التعليم الفني عندنا وزاره الصحه مختصه بالقطاع الصحي كله وموردين الموردات، ومش عايز اقول لحضرتك الطلب على القطاع ده عالي قد ايه داخليا وخارجيا. في بعض المهن اللي احنا يعني ايه احنا بنقتحمها دلوقتي في التعليم الفني، لكن هي مش درجه زي الكير جيفر او المساعدين لكبار السن، دي مهنه مطلوبه جدا جوه مصر وبره مصر. احنا بنحط المناهج اللي هتؤهل الولاد في 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 يعني عصر جديد من التعليم التكنولوجي في مصر، لان كل ده في النهايه واحد متخصص في تعليم معين، بياخد البيولوجي وبياخد الكيمستري وبياخد المواد المؤهله للشغل في هذا المجال. فاحنا بنحاول ندور على احتياجات سوق العمل ايه، ونجيب القطاع الخاص الاعلى في التقنيات في هذا المجال، ونحط معاه المناهج اللي تقدر تؤهل الخريجين والخريجات. اخيرا في تقدير حضرتك، نصل امتى للمستوى المأمول اللي يخدم على سوق العمل عندي داخليا قبل كمان ما اتكلم على تصدير العمالة؟
والله حضرتك النهارده لما اقول انه الطلبه اللي بينجذبوا لمدارس الكليه التطبيقيه 80% منهم جايبين فوق 90% في الثانويه في الاعداديه، ده دلاله على ان احنا بنتخير الطالب الافضل مع وجود القطاع الخاص ومع المدارس اللي بدأ حضرتك ان حضرتك تروحي تشوفيها زي مدارس ابدا وغيرها، واهتمام القطاع الخاص المصري بالاستثمار في التعليم الفني. اعتقد احنا انه في بنقول الرئيس تحرير اهو على دعوه على الهواء مباشره طبعا من الدكتور انا في عاطف. اي وقت حضرتك تيجوا تشوفوا ولادنا وبناتنا لان هم دول السفراء بتوعنا، انا عايزهم هم اللي يتكلموا هم اللي يعبروا عن نفسهم وفي اي مدرسه وفي اي توقيت. مهم ان احنا نوصل طبعا فعلا لان التكلفه حضرتك على الارض. هتشوفي المستوى اللي هم وصلوا له، وكمان ده يشجع القطاع الخاص ان هو يستثمر في المزيد في ده عشان في الاخر يستفيد هو من مخرجات ويشجع التعليم كمان الفني. الناس اللي بتفكر مرتين. ده مؤكد، واحنا بندعو من خلال منبر حضرتك الاباء والامهات ان هم يتركوا الفرصه والمجال لاولادهم وبناتهم ان هم يتخيلوا الافضل ليهم، لان كل ما الواحد بيدرس الحاجه اللي هو صحيح. بيحبها هيقدر يبدع فيها ويتميز فيها ان شاء الله. دكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، نورتنا. شكرا يا فندم.